بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحلقه بتاعتنا النهارده ازاي نعمل الصيانه للفرش المساعد. فرش المساعد ده احنا معانا فرش مساعد اللي هو اللي بياخد ويدي مع اي مطبات. احنا النهارده هنفكه لكم عشان تعملوا الصيانه ليه. دلوقتي اول حاجه بنحتاج نعمل ايه؟ الاول بنيجي نشتغل بنفك الغطا ده. ده غطا بلاستيك باين في معايا في الكاميرا، تمام. والناحيه الثانيه برضه اهي بفك الايه الغطاين دول، تمام. انا باول شيء باجي اشتغل انا معايا النظام مفتاح الانكي، هو مفتاح الانكي وانا قطعه. وطبعا عشان الفرش ده بيحتاج زي مفتاح الانكي طويل زي ده كده مثلا، انا عامله عموله شغال بيه. وممكن لو في مفتاح الانكي طويل برضه بتشغله او بجربه، ده نظام عموله ممكن تقطعوه من هنا وتلحموه في اي حاجه كده، ونظام مفتاح او يد كده تتلحم وتفكه منه، تمام. انا بقول لكم برضه على الطريقه برضه عشان ايه تعرفوا ده ايه. وفي نفس الوقت انا بنزل ده كده، نزل معايا ده كده عشان المسمار غطس تحت المسمار بتاع الماسك المساعده، واحاول اثبت ايدي كده لحد ما ايه يمسك كده، تمام. اه كده ركب. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ده ركب اهو، بص قفش كده خلاص، اظبط المفتاح ده الفرنساوي عشان افك المسمار بتاع المساعد. ده اول شيء بنعمله ان احنا بنيجي ايه نفك المساعد ازاي. طبعا بفك انا كده مسمار افضل معاه، حتى باين في الكاميرا بفك اهو. في نفس الوقت انا بفك الناحيه دي وبرده بروح ايه مودي المفتاح الناحيه التانيه، اروح ايه افك ده ايه يعني عشان الاتنين يتفكوا مع بعض. طب ما افك كده والف كده معايا المسمار، خليه مثلا كتير معايا اهو، انا باين فوق اهو. طيب كده بص ده فك خلاص، تمام فك ماشي. اجي الناحية التانية اعدي دي كده، خليه في العجلة كده ثانية كده عشان تبين لكم برضو الكاميرا باين اول مقطع. ايوه باينه كده. بص اثبت الاول كده عامل قفش خلاص وفك دي كده. دي اول شيء بنعمله في صيانه المساعد، نفك المسمارين الاول. بص ماسك اهو، انا فاضل ماشي معاه كده طبعا ايه بصور وما بقطعش الفيديو اهو عشان اوريكم برضو ايه الصيانه ازاي دي. طبعا انا برضو اهو جامد اهو برضو ايه افك كده، ده الالانكيه بيساعدني كده. عرفتوا الالانكيه لازم ايه طويل زي ما انا عامله كده عشان يساعد معاك تفك الايه كده. اقوم بعمل بايدي كده ايه فوق كده، احس ان هو خلاص ده فك، تمام. بعمل يعني في الحله دي اطلع بقى الكلبه دي كده، ده مسمار الكي. ابص هنا تحت في المنطقه دي هنا اضرب بايه كده كده. بص هنا، بص هنا باين اهو وانا بطلع. بص بص ابص هدخل انا ايه، انا اطلع اهي كده اهو، طلعت الايه المساعد. المساعد ده باين معايا المسمار اللي كده احنا كنا بنفك منه، تمام. وهنا برضو التاني اهو، ده اللي بيوصل في الجزء اللي هنا ده عشان يربط. طب احنا دلوقتي فكينا الجزء ده ولازم نعمل نظافه للمنطقه دي ونظافه اللي هنا برضو بالمساعد ده، والمنطقه دي برضو ننضفها من الزيوت اللي ايه التقيله الناشفه، واوريكم التشحيم ازاي وتعملها ازاي. احنا دلوقتي فكينا المساعد. طبعا دلوقتي اول شيء بنشيله، في انواع الفرش ده بيختلف عن العجل الكبير والعجل الصغير. دي العجله دي مقاس اللي هو العجل ايه ال 20، تمام. انا بشيل الغطا ده اللي هو الاوسي بتاعها ده البلاستيك ده اللي بيدي الشكل والمنظر بتاعها. واول شيء انا بستخرجه من هنا بجيب سلكه طويله كده مثلا، حتى لو فيها زي جفت اي حاجه تطلع كده، امسك السوسه بتاعتها كده اطلعها عشان دي اللي بستعمل فيها اهم حاجه النظافه بتاعتها تتعمل. بطلع السوسته كده واركنها، ابص جوه تاني اشوف اي ايه والحاجات انضف انا بقى الجزء ده اللي جوه ده. باجي الناحيه التانيه هنا دي برضو باينه اهي، بص كده معايا كده اهي، صلي على طلعت الايه السوسه التانيه.
انا اهم شيء دلوقتي، انا في اهم حاجه عندي نظافه المنطقه دي. هوريكم انا هعمل ايه دلوقتي. انا دلوقتي جبت حته قطنه او اجيب اي صنف حاجه، والسلكه دي انا تانيها تانية بص طرف كده عشان تمسك معايا القطنه، بص عشان ايه ما تلفش على الفاضي. دي بعمل بقى ايه شغل نظافه، او الاول هيك اول حاجه كده الفها كده عشان تبقى ايه ماسكه نفسها كده كده. اعمل هنا كده دلوقتي، عاوز دي بنزين يطهر لي المكان ده خالص كده، باين اهي الكاميرا اهي. ادخل دي كده جوه، دي لها سن كده، هتلقط لي اي قطنه جوه، بتشيل لي اي وساخه. اهي بص حاجه مش نظيفه كده، وانضف كده. في نوعيه من مساعد العجل اللي هو الكبير، بنشغل بنظام زيت، ده بيتعمل نظام لازم السي بتاعه يكون شغال، دي سوسته في المنطقه دي برضه. ان شاء الله هنجيب لكم برضه مساعد زيت، ونوريكم برضه بيتعمل ازاي. ده برضه مساعد اللي هو السوسه ده، برضه بنتنينه برضه بالزيوت بتاعته، بيلينك وفي نفس الوقت من اي صدمات بتاعت العجل بيحميها قوي من اي صدمه في الفرش. فانا بنظف المنطقه دي كده، وباجي الناحيه التانيه برضه طبعا هي مليانه بنزين اهي على الاخر اهي، برضه اركبها كده. بص كل الرواسب القديمه بص موجوده ازاي، لازم هي لازم المنطقه دي كلها. بص انا عامل شنكل بتاع بيساعدني انا ايه تمام. اعمل ايه، اشيل ادم خلاص دي خالص، واجيب حته نظيفه عشان انضف المنطقه دي بالذات كده، والناحيه التانيه كده. ممكن ايه بصابع كده عشان اجيب الجزء الاولاني ده بالذات كده. دي اول شيء عملناه في النظافه بتاعتنا. بنيجي عند السوسته دي بنبص عليها برضو كده، برضو الحته معمولة بنزين، وننضف أي حاجة مش نظيفة كده أشيلها. وأهم شيء الحاجة المفيدة اللي أنا أعملها عشان أثبت دي كده، أنا حاجة أي حاجة مش نظيفة أنضفها كده أهي، وأجيب واحدة إيه نظيفة كده أمسح أي حاجة عشان تبقى إيه مفيهاش أي حاجة تمام. اجيب الشحم، بص السوسه دي انا بعمل ايه بقى هنا، ها اديله شحم هنا هنا كده، والمنطقه دي بالذات اللي بتاع دي ده شحم عند الكرسي ده بالذات، وهنا وعند الكرسي ده تمام. ده قرسي برضو اللي هنا ده قرسي قرسي، بس بيجي ايه كده كده. وانا خلصت من الجزء ايه دي، ده بقى هبعتها كده ماشي، هسيبها كده. اجي التانية انضف دي كده. واهم حاجة تاخدوا انت بالكم وانا بنضف ازاي والتركيب ازاي، هتلاقي العملية كلها سهلة يعني. فحتى لما تيجي تعملها في البيت عندكم سهلة. واهم حاجة في الشيء ده كله المفتاح بتاعها اللي هو الالنكيه. قلنا لو انت عندكم واحد قصير هتلحموه في اي سيخ طويل كده تمام، عشان يجيب معاكم المسافه اللي بتنزل في المساعد من جوه. انا ذوق اعمل الحته دي كده، لازم ياخد حقها في الشحم كده عشان انت بتعمل صيانه دي بالذات عشان تنساها. هتلاقي الفرش معاك ياخد ويدي معاك، مبقاش ناشف. حتى في ناس معاهم الفراش بتاعتهم برضه ناشفه ما بياخدش ويدي، لازم تفكه، لان انت لو سبته هيدمر اللوسي بتاعه يبوظ، والسيزر دي برضه تدمر، هيحصل تبويش. فطبعا ايه انا الصح اللي احنا بنعمله ده الصيانه اللي احنا بنعمله ده. طب انا ببعد ده دلوقتي هنا تمام، معايا مفك ازقه كده وازقه دي كده تمام، واديله مثلا ايه شفشحله كده
الدوران. لا انا عايز ايه، اديله حقه. الشحم ده اساس، مش الزيت، مش الزيت احط له زيت، لا لا، اهم حاجه عندي الشحم بس كده. انا خلصت الجزء ده وهوريك النظافه دي ايه. جينا بقى للجزء التاني اللي هو المساعد النازل ده، لازم النظافه دي. بص لازم اطلع كل السوائل هنا تمام كده، اهو بص ارجعه بيبرق تاني، عشان هو ده ليه اساس اللي بياخد ضغط في الايه، في المساعد تمام. الناحيه التانيه برضو اهو معايا اهو، باينه اهو كل حاجه اهو. تمام كده، تمام. انا كده نضفت، انا هقلب العجله وهقول لكم اعمل ايه. انا كده دلوقتي قلبت العجله، بركب دول كده، بوريهم هنا فوق. انا مش عايزهم دلوقتي، مش محتاجهم خالص كده. ليه؟ انا اهم حاجه عندي عايز اثبت المنطقه اللي انا ماسكها دي. انا ماسك المساعد فوق وبثبت دوله في المساعد كده. بص انا اعمل ايه دلوقتي، هقول لكم انا اعمل ايه. انا معايا مسمارين اول حاجه لازم انضفهم من عند السن الارغوص بتاعه بالذات، عشان لو في اي اتربة ولا اي حاجه تمام. وهنا اسقط واحد هنا واحد هنا تمام. واهم حاجه عندي المفتاح الالنجي اللي انا عامله بيساعد معايا في الربط، ابين اهي ربط اهي. الناحية التانية عشان اظبط السجن. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، صلي. لازم اثبت الف الجدرون عشان اقدر املك في الرباط. عشان ده اساس اللي بيمسك ايه المساعد نفسه من اسفل ايه الفرش. طبعا مسمار الانكي انا قلت لكم طوله قد ايه، في حدود 10 سنتي، هو اللي بيساعد معايا ان بتربط من تحت تمام. انا افضل امشي كده وراه، اجي ناحية تانية برضو الف الجدول كده عشان املك الرباط ازاي، واسقط دي كده. كده اهم حاجه الرباط بتاعها تاخد حقها في الرباط. طبعا هو ما بيتربطش منه سنتين ولا حاجه، ياخد دي ماشي في الرباط اهو شغال اهو. اهم حاجه ياخد حقه في الرباط. هنيجي ناحية تانية برضه عايز اضربت لسه، لازم نلف الجدون عشان يدينا ايه ان احنا ناخد ده ايه راحتنا في الرابط ازاي. لازم اريح كده عشان يبات. طبعا انا في الحالة دي عشان يساعد معايا سرعة الرابط، اربط بالزرادية كده عشان انا بصور قدامكم. بص اهو ربط. طيب اديله بقى في رباط، اجيب المفتاح الفرنساوي كده، خد حق في رباط اعدل ده كده. يجي هنا ينور لي هنا اللي اجي هنا في الحته دي، اجي اعمل ايه بقى؟ اجيب حته كده انضفها المنطقه دي بالذات
واجيب كمية شحم من اللي معايا ده كده في الحتة دي، اديها شحم تمام ادي كده. والناحية التانية برضه هكذا انا بعملها. بعد كده بقى ايه الاسي ده ببيته، لازم ايه ابيته، اقفل يبقى مقفول. وانضفه بالمرة عشان برضو الصيانة الأساس بتحب النظافة. ده الشغل بتاعه سهل. قفلنا العجلة الناحية التانية عشان نوريكم واحنا بنركب الايه اللي بنحط الشحم في الجزء التاني بتاع المساعد. حطينا كده وقفلنا الشحم خالص زي ما يدور كده، ونجيب الأوسي ده وننزله ضغط كده عشان يقفل لنا على الشحن، عشان ما يجيش اي اتربه واي حاجه مش نظيفه على الشحن، فده بيحافظ لنا ان الشحم اللي جوه ما يتلوث تمام. وفي نفس الوقت انا لو عايز احط نسبه زيت ممكن اجيب سرنجه 5 سنتي احط ربعها، انا بس محتاج 2 سنتي بس شد زيت، ممكن احطهم هنا من هنا من المكان ده، اشيل الغطا واسقطهم جوه واسيبهم تمام. دي ممكن لما برضو ما احطش، ان احنا الطريقه اللي احنا عملنا الشحن بتاعها والصيانه بتاعتها بيقضي الغرض. ده الأرسي ده بيحافظ على الأتربة اللي متجيش على الشحن، يتلوث الشحن ويجي عليه أتربة فيبوظ لنا إيه المساعد. أنا أوريكم الضغط إزاي باين. صلي على باين أهي محمد، صلي على محمد، صلي على شغال 100 100، والضغط بتاعه 10 10. ودي كانت حلقتنا النهاردة، يا ريت تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.